بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله ومن والاه. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ما زال حديثنا موصولا مع سورة المائدة، تلك السورة التي قلنا بأنها من السور المدنية، أي من السور التي كان نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وتسمى بسورة العقود، كما تسمى أيضا بالمنقذة، وقد تكلمنا عن ذلك. وقلنا بأن هذه السورة عندما نقرأها من أولها إلى آخرها، وعدد آياتها 20 و100 آية، 120 آية، نراها تهتم ببيان الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالمأكولات، وفيما يتعلق بالمشروبات، وفيما يتعلق بأحكام الأسرة، وفيما يتعلق أيضا بالعبادات، وفيما يتعلق أيضا بالحديث عن أهل الكتاب، وفيما يتعلق بالكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله. وقلنا بأن أحكام هذه السورة أحكام نهائية لا تقبل النسخ، لأنها من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن. الربع الأول نادى المؤمنين 5 نداءات، الربع الثاني حديث عن بني إسرائيل، الربع الثالث حديث عن قصة ابني آدم وعن النفس الإنسانية وكيف صانها الله سبحانه وتعالى، وعن حكم الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ثم في الربع الرابع نجد نداء للرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا. وتحدثنا عن سبب نزول هذه الآيات الكريمة، وفسرنا في الأسبوع الماضي قول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها، كتبنا على بني إسرائيل في إيه؟ في التوراة، أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص.
فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. حديث عن الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه السابقين، ومن بينهم سيدنا موسى الذي أنزل الله عليه التوراة. وقلنا بأن كلمة التوراة، الكلمة في ذاتها كلمة عبرية، ومعناها الضياء أو النور. معنى كلمة التوراة أي الضياء أو أو النور. وأنزلها الله سبحانه وتعالى على سيدنا موسى لكي يحكم بها بني إسرائيل، ولكي يحكم بها من آمن أيضا به من قوم فرعون. بعد الحديث عن التوراة جاء حديث القرآن عن الإنجيل. انظر إلى الترتيب القرآن. سيدنا عيسى جاء بعد سيدنا موسى بكم سنة يا أخوان؟ بكم سنة؟ بما يقرب من 1500 سنة بين سيدنا موسى وبين سيدنا عيسى، ما يقرب من 1500 سنة أو 1300 سنة كما يرى بعض المؤرخين. جاء بعد سيدنا موسى أنبياء آخرين، منهم سيدنا زكريا وسيدنا يحيى وسيدنا داود وسيدنا سليمان وغيرهم. هؤلاء بين سيدنا موسى وبين سيدنا عيسى. وبين سيدنا عيسى وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كم سنة يا أخوان؟ 570 أو 71 سنة. فجاء القرآن بعد أن تحدث عن التوراة التي أنزلها الله عز وجل على سيدنا موسى، جاء الحديث عن الإنجيل الذي أنزله الله عز وجل على سيدنا عيسى. فماذا قال القرآن الكريم؟ ده موضوع درسنا اليوم. ماذا قال القرآن الكريم؟ قال: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الآية الأولى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. التي تليها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هنا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ما معنى وقفينا على آثارهم؟ قفينا بمعنى أتبعنا. تقول: تقف فلان أثر فلان، يعني تبعه ومشى خلفه. أدي معنى وقفينا. ولذلك يقول علماء اللغة قوله تعالى وقفينا أصل القفو اتباع الأثر، اتباع الأثر. يقال قفاه يقفوه أي اتبع أثره. والتقفية معناها الاتباع.
وقفينا على آثارهم. الضمير في آثارهم يعود إلى مين؟ إلى الأنبياء السابقين، سيدنا موسى ومن أتى بعده، إلى سيدنا عيسى. قلنا جاء بعد سيدنا موسى أنبياء قبل سيدنا عيسى، منهم كما قلنا سيدنا زكريا وسيدنا يحيى وسيدنا داود وسيدنا سليمان وغيرهم. أدي معنى وقفينا على آثارهم. بمن؟ بعيسى بن مريم، لأن آخر رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ سيدنا عيسى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ أنا أولى الناس بمين؟ بعيسى، لأنه لا نبي بيني وبينه، يعني آخر نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا عيسى. وجاء اسمه في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وجاء اسم والدته السيدة مريم في مواضع متعددة من القرآن الكريم. ولذلك قال الله تعالى وقفينا على آثاره، أي آثار الأنبياء السابقين الذين سبقوا سيدنا عيسى، بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. ما معنى مصدقا لما بين يديه؟ ما معنى بين يديه يا أخوان؟ معنى بين يديه يعني أمامه. تقول فلان بين يدي فلان، يعني إيه؟ يعني أمامه. فمعنى مصدقا لما بين يديه يعني مصدقا للتوراة التي أنزلها الله عز وجل على سيدنا موسى، وهذه التوراة سبقت سيدنا عيسى. هذه معنى مصدقا لما بين يديه، أي لما سبقه من من الكتب السماوية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على سيدنا موسى، وهي التوراة. مصدقا لما بين يديه من التوراة. فالتوراة أنزلها الله على سيدنا موسى. طب سيدنا عيسى، سيدنا عيسى، ما الذي أنزله الله على سيدنا عيسى؟ الإنجيل الذي أنزله الله عز وجل على سيدنا عيسى، الإنجيل. يبقى الإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا عيسى. وكلمة الإنجيل كلمة يونانية معناها ايه يا اخوانا؟ البشارة، البشارة. فأنزل الله عز وجل الإنجيل على سيدنا عيسى. كلاهما التوراة والإنجيل كتاب سماوي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيين كريمين، في أول سورة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إذن نجد أن سيدنا موسى أنزل الله عليه التوراة لكي يعمل بها أتباعه، لكي يعمل بها بنو إسرائيل، ولكنهم في مجموعهم لم يعملوا بالتوراة. وفيهم يقول الله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
يعني حال الذين أنزل الله عليهم كتابه وهو التوراة ثم لم يعملوا به، حملوا بمعنى إيه؟ طلب منهم أن يعملوا بأحكامها ثم لم يحملوها، أي ثم لم يعملوا بإيه؟ بأحكامها. مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفار. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه، يعني مؤيدا للتوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على سيدنا موسى. فسيدنا عيسى قبل أن ينزل عليه الإنجيل، سيدنا عيسى قبل أن ينزل عليه الإنجيل كان يعمل، أو شريعته كانت ماذا يا أخوانا؟ التوراة. أنزل الله سبحانه وتعالى عليه التوراة لاشتمال التوراة على أشياء، هذه الأشياء ليست في إيه؟ لا، اشتمال الإنجيل على أشياء ليست في التوراة. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ولذلك وصف الله عز وجل الإنجيل بكم صفة يا أخوانا؟ وآتيناه، يعني أعطيناه، أنزل الله الإنجيل على سيدنا عيسى. ووصف الله عز وجل الإنجيل بكم صفة يا أخوانا؟ بخمس صفات. الصفة الأولى فيه هدى. ما معنى فيه هدى؟ يعني فيه الهداية، الهداية التي متى اتبعها أتباع سيدنا عيسى كانوا ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا معنى فيه هدى، يعني فيه الهدايات التي ترشدهم إلى الطريق إيه؟ المستقيم. فيه هدى ونور، هذه الصفة الثانية من صفات إيه؟ الإنجيل. فيه الهداية وفيه إيه؟ النور الذي يزيل الظلمات من العقول ويزيل الظلمات من القلوب. التوراة تمتاز بأنها مشتملة على قصص بني إسرائيل. الإنجيل في مجموعه مواعظ ترقق إيه؟ القلوب. فالتوراة أشبه ما تكون بكتب إيه؟ التاريخ، بينما الإنجيل أشبه ما يكون بكتب إيه؟ المواعظ. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة، أي أن الأحكام التي في الإنجيل تؤيد الأحكام التي في إيه؟ في التوراة. إلا أن الإنجيل فيه بعض الأحكام زيادة عما في إيه؟ التوراة. مش معقول يكون الكتابين إيه؟ طبق الأصل. لكن ما في التوراة أيده إيه؟ الإنجيل في المجموع. وكل الكتب السماوية كما قلنا، وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا برسالة واحدة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وكل الأديان السماوية التي أنزلها الله عز وجل على الرسل السابقين أيضا تدعو إلى مكارم إيه؟ الأخلاق. هل سمعتم أن نبيا أمر قومه بالكذب؟ لا، مستحيل. كل نبي أمر قومه بإخلاص العبادة لله وبالتحلي بمكارم الأخلاق. والكتب السماوية لا يناقض بعضها
بعضا، وإنما هي في أصولها متحدة. إذا اختلف كتاب عن كتاب في حكم شرعي فهذا في الفروع وليس في إيه؟ في الأصول. الأصول واحدة، لكن الفروع قد تختلف. سيدنا عيسى يقول لقومه وهم من بني إسرائيل: ولأحل لكم بعض الذي إيه؟ حرم عليكم. يعني سيدنا موسى في التوراة حرم عليهم أشياء، الله عز وجل حرم عليهم أشياء، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك إيه؟ هم الظالمون. يبقى الصفة الثالثة من صفات الإنجيل ما هي؟ ومصدقا لما بين يديه من إيه؟ التوراة، أي الإنجيل الذي أنزله الله عز وجل على سيدنا عيسى مؤيدا للتوراة التي أنزلها الله على سيدنا موسى. وهدى. ربما واحد منكم يسأل ويقول: لماذا تكرر لفظ هدى مرتين؟ المرة الأولى وآتيناه الإنجيل فيه هدى، أليس كذلك؟ والصفة الثانية هو نور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى. يبقى تكرر لفظ هدى كم مرة يا أخوانا؟ مرتين. طب ما الفرق بين الأول والثاني؟ وأنتم طلبة علم لابد أن نفهم. الجواب: فيه هدى يعني مشتمل على إيه؟ على الهدايات التي تتعلق بالعبادات وبالمعاملات وبالما أحله الله وما إيه؟ حرمه. أدي معنى فيه، الظرف فيه يعني مشتمل على إيه؟ أحكامه مشتملة على الهدايات. لكن ثانيا وهدى، هو في ذاته هدى، هو في ذاته يعني الكتاب في ذاته ايه؟ هدى. وفي المرة الأولى هو مشتمل على ايه؟ في صفحاته مشتمل على ايه؟ على الهداية. ادي الفرق بين هدى في المرة الأولى وهدى في المرة ايه؟ الثانية. وهدى. والصفة الخامسة: وموعظة للمتقين. يعني أن هذا الكتاب الكريم أيضا فيه موعظة. الموعظة معناها إيه يا أخوانا؟ أن تقول درسا ترقق إيه؟ القلوب. وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله إيه؟ فيه. أهل الإنجيل الذين أنزل الله كتابهم على سيدنا عيسى عليهم أن يعملوا بإيه؟ بأحكامه. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه من أحكام تتعلق بالحلال، تتعلق بالحرام، تتعلق بالمعاملات، تتعلق بالعبادات. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنس نفوسنا. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.